اتزرعوا في وسطنا بدون أي وجه حق، ولا ليهم أصل ولا فصل. حلم كل يهودي كان هو الرجوع للأرض اللي اتطردوا منها زمان، بس فضل الحلم ده ميت، وعاشوا سنين كتير متفرقين في الدنيا، شوية في الشرق وشوية في الغرب، وأمورهم كانت ماشية لحد ما صحي من تاني حلم الرجوع لأرض الأجداد زي ما بيسموها، لما الأب الروحي للدولة اليهودية ثيدور هارتزل لعب على الوتر ده، وفي سايكس بيكو يدي العالم الحق في تقرير مصيرهم لولية نعمتهم بريطانيا، ويجي بلفور يبلينا بوجودهم ويخليه قانوني وبالعافية عشان يتولد الكيان ده على أرضنا ويكون قدرنا اللي عايشين فيه لحد النهاردة. وبكل عقد النقص اللي في الدنيا قرر الكيان المولود انه يكذب على نفسه ويقنعها ويقنعنا معاه بانه قوي، وخلق مجموعة اساطير حمى بيها وجوده، وللأسف احنا العرب صدقناها، ولكن القدر يوم بعد يوم يكتب ان كل اسطورة منهم تتدمر واحدة ورا التانية، عشان بانهيار الاساطير دي ورا بعضها تتكتب اول السطور في نهاية إسرائيل. خلونا في الأول نأكد على مبدأ هنمشي بيه طول الحلقة، وهو مبدأ إن إسرائيل مش بتغلب أبدا، يعني دايما هتلاقي عندهم كذبة جديدة أو أسطورة بيخترعوها. وكلمة السر بتاعتنا النهاردة هتكون كل ما تتزنق اخترع فنكوش، وخليك فاكر الجملة دي كويس عشان هتحس بيها كتير واحنا ماشيين. فمن اول يوم للكيان ده في ارضنا وهو وجوده مش قانوني، ومش قانوني هنا مش قصدنا بيها فكرة القوانين والدساتير اللي كلنا عارفينها، عشان دي حاجة مفروغ منها كده كده. احنا قصدنا بفكرة مش قانوني انه حتى ضد قوانين الطبيعة نفسها، يعني دولة واخدة أرضها حرفيا هدية ومحبة من الإنجليز، جات واتزرعت في أرض ملهاش فيها أي ريحة الحق، وقررت سبحان الله يا أخي تعتبر نفسها دولة ديمقراطية عشان تسوق لنفسها بالفنكوش ده وسط الأوروبيين اللي بيحبوا قوي الكلمة دي زي ما احنا عارفين. وسبحانك يا رب الدولة الديمقراطية دي هي الدولة اللي بتديك الجنسية على أساس الدين الموروث. طب ازاي يا جدع؟ هو احنا مش قلنا دولة ديمقراطية؟ لا، ما انا قلتلك السر بقى، هنقول اللي يعجب الناس ونعمل احنا اللي يعجبنا. المهم يا سيدي، اسرائيل ومن اول يوم ليها قامت على مجموعة من الاساطير والاوهام، وأول أسطورة هي إن ليها أرض أصلا. وأنا عايزك تنسى تماما إنك بتسمع حد عربي بيكلمك دلوقتي، عشان النصوص الدينية اليهودية نفسها بتقول إن أسطورة الدولة الإسرائيلية دي مش صحيحة، وإحنا قررنا نختار نص واحد بس، نص بيهدم الادعاء ده من أساسه، والنص ده موجود في كتابهم المقدس وبالتحديد في سفر حزقيال الإصحاح الخامس، واللي بيقول: سأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم، وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك، لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء في وسطك والأبناء يأكلون آباءهم، وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها في كل ريح. آخر جزئية في النص اللي قلناه ده كانت إيه؟ وأذري بقيتك كلها في كل ريح، يعني الرب في المعتقد اليهودي حرفيا حكم عليهم بالتوهان، يعني ملهمش وطن. والكلام ده من قلب كتب معتقداتهم نفسها مش من عندنا، وهم فعلا عاشوا آلاف السنين في الريح حرفيا بسبب العقاب اللي تعاقبوه ده. ولكن زي ما قلنا فوق، مفيش مشكلة ملهاش عند إسرائيل فنكوش تخترعوا ليها، فهي دولة ديمقراطية لما تبقى مصلحتها تكون ديمقراطية قدام العالم، ودولة دينية في وقت تاني
جاية ترجع الأرض المقدسة بتاعتهم وتجيب فيها اليهود من كل حتة في العالم. وخد عندك بقى من انفصام الشخصية ده كتير. فالدولة اللي اتحدفت علينا حتف ولموها من هنا وهناك لقت نفسها ومن سنة 48 حواليها جيران مش طايقينها حرفيا. ومن اول يوم لوجودهم كانت كل الشعوب اللي حواليها مش حابة الوجود ده. والصراحة بقى وصف مش حابة ومش طايقينها دي كلها كلمات لطيفة لو اتقارنت فعلا بمشاعر الشعوب العربية اللي انا وانت منهم تجاه الناس دول. بس معلش خلونا نستخدمها مؤقتا دلوقتي عشان انتوا عارفين طبعا ان المنصات كلها حساسة شوية اليومين دول. المهم يا سيدي، وفي الوقت ده بقى قررت اسرائيل تخلق وهم القوة وتعمل اساطيرها بنفسها. والكلام ده بيأكده الكاتب جابرييل سيبوني في كتابه الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية، واللي قال فيه باختصار كده انك لازم تكسب الحرب في خيال اللي بتحاربه الاول، بانك تزرع جواه فكرة الرعب من مجرد انه يتجرأ عليك. وفعلا اسرائيل ما قصرتش ابدا في زرع الرعب في المنطقة برصيد ما يقلش عن 13 مجزرة حقيقية حصلت من سنة 48 لحد سنة 2002، من اول دير ياسين مرورا بصبرة وشتيلة والحرم الابراهيمي ولحد مخيم جنين سنة 2002. وطبعا احنا لسه ما جبناش سيرة الاف المعتقلين خلال الفترات دي، والالاف اكتر منهم بكتير من المهجرين. وكل ده كان مترتب ومدروس لعيون اسطورة القوة اللي اسرائيل حبت تزرعها في عقول الكل. بس الغريبة بقى وعلى الرغم من كل اللي عملوه ده برضو ما كانش كافي، وكانت المقاومة لسه مستمرة. فبيستخدموا فنكوش تاني جديد، وهو انهم عارفين دبة النملة من قبل ما تدب، وان جهاز الامن الداخلي الشباك او المخابرات الاسرائيلية الموساد عارفين كل اللي بتفكر فيه او حتى ما بتفكرش فيه وما فكرتش فيه ليه. وطبعا اتلعب بالاسطورة دي سنين طويلة بالكذب، والاعلام المزيف كان بيخدم عليها. فيقول لك الموساد كشف عن تنظيم ايه معرفش فين، او مثلا الشباك قبض على جاسوس فلسطيني او غير فلسطيني، وغيره وغيره من الاخبار المقصودة اللي بيكون دايما الهدف منها هو ترويج فكرة انهم اقوى منظومة امنية في الكون. وهم وكذب عاشوا فيه لسنين واقتنعوا فعلا بيه، ويمكن كمان اقنعوا كتير مننا بيه، لحد ما حصل اللي حصل يوم 7 اكتوبر سنة 2023. فين يا سيدي الشباك والموساد بتوعك؟ طب سيبك منهم، فين الفنكوش الاكبر اللي صرفتوا عليه المليارات واللي عشتوا تروجوا ليه طول سنين وجودكم، اللي اسمه الجيش الذي لا يقهر؟ الجيش اللي ميزانيته السنوية قرب ال 15 مليار دولار، ومدعوم بشكل مباشر من امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكبارات الكوكب كله. الجيش اللي التاريخ بيأكد فشله لحد دلوقتي في انتصار عسكري كامل. وعشان الحلقة ما تطولش مننا هنكتفي بس النهاردة باكبر كذبتين اتصرف عليهم في الاعلام الاسرائيلي. فاكر بعد نكسة 1967 لما اسرائيل بدأت تسوق لخط منيع عظيم رهيب اسمه خط بارليف؟ الخط اللي كان بطول حوالي 170 كيلو متر، وكان فيه 22 موقع دفاعي و26 نقطة مضادة للصواريخ. لا ده كمان كانوا بيروجوا لفكرة انه مضاد للقنبلة النووية، ودشم وسواتر ترابية وغرف تحت الارض وليلة كبيرة سعادتك. الخط ده بقى كلفهم حوالي 500 مليون دولار، اللي هي يعني ميزانية بعض الدول الصغيرة في الوقت ده. اكيد طبعا فاكر الكلام ده كله. المهم يا سيدي، الاعلام الاسرائيلي وحبايبهم في العالم روجوا لفكرة تخويف الكل من خط بارليف، وفكرة انه حصين ومنيع وفشيخ وملوش اي حل، وكل الكلام اللي بالك فيه، اللي طبعا اسرائيل محترفة جدا في رصه جنب بعض.
ولكن يشاء القدر ويجي فرد واحد بس من أفراد الجيش المصري اسمه باقي زكي يوسف، والراجل ده ربنا يلهمه بفكرة استخدام ضغط المية عشان يفتح ثغرات في الخط ده، وينهار فعلا الخط المنيع اللي إسرائيل فضلت طلع بيه السما لسنين قدام فكرة شخص واحد، شخص قدر يثبت بدماغه ان القوة مش بالبروباجندا ولا بالصوت العالي، وتتجبر إسرائيل على السلام بالشروط المصرية. وبقى راجع بقى حلقة مينا هاوس عشان تعرف ازاي كان ممكن تتغير كل حاجة بعد الحرب دي لو كان بس العرب وقفوا صف واحد. المهم ان الكبر اللي كانت فيه اسرائيل ووهم القوة اللي في خيالها كلفها اكبر خسارة في تاريخها عشان باعت الوهم وصدقته. هتقولي طب يا سيدي عسكريا جيش مصر جيش قوي وقدر يستغل ثغرة في الجيش الاسرائيلي، بس ده ما يمنعش برضو ان عندهم جيش قوي جدا عسكريا، ويمكن هي بس اللي ما زبطتش معاهم في خط بارليف وحرب اكتوبر. هقولك مش بس بارليف اللي كان فنكوش، وافتكر معايا كده بعد حرب اكتوبر ولحد فترة قريبة فاتت كانت اسرائيل بتبني اسطورة جديدة، اسطورة اسمها دبابة المركافة، واللي بدأت في انتاجها من سنة 1970، وكل فترة كان بيخرج جيل جديد منها بنسخ محصنة اكتر من اللي قبلها واكتر امان للطقم بتاعها، لحد ما وصلنا للمركافة 5 اللي بيقولوا عليها انها اعلى واقوى دبابة في العالم تقريبا. وبدون مبالغة في عشرات المقالات العسكرية في العالم كله صنفت المركافة على انها معجزة مش مجرد دبابة، وانها فخر الصناعة العسكرية في القرن 21. وخد لي بالك انت، اسطورة تانية اهي ما تقلش عن اسطورة خط بارليف سواء في الصرف او التهويل الاعلامي، بس كله في عصره واوانه. يعني سنة 73 كان خط بارليف هو الواجهة، ولما وقع على طول اشتغلت اسرائيل على كدبة جديدة اسمها المركافة. واظن طبعا انت متابع معانا اللي بيحصل للمركافة دي في الحرب الاخيرة على غزة، وشفنا كلنا بعنينا وعلى الهواء مباشرة قد ايه الدبابة المحصنة المنيعة اللي ملهاش حل زعلت قوي هناك، والمقاومة الفلسطينية ضحكت العالم كله عليها. ولو مش مصدق ابقى تابع الاخبار بنفسك وانت تشوف، وعلى فكرة اخبارهم هما مش اخبارنا، بس طبعا احنا تعودنا منهم على التبرير في اي حاجة. والجيش الاسرائيلي بقى يطلع يقولك ان التدمير اللي اتكرر كتير للمركافة كان بسبب انها ونظام الحماية بتاعها مش مصممين لحرب المدن، وان المسافات اللي بتتضرب منها صواريخ المقاومة الفلسطينية مسافات اقل من ان النظام يتعامل معاها. يا سلام عليكم، والله بجد اقنعتونا، بس اقنعتونا ان ده بالظبط زي فنكوش ووهم خط بارليف، وقبله اسطورة الموساد والشباك اقوى استخبارات في العالم، سلسلة من الاوهام ما انتهتش ومش هتنتهي ابدا، لان كل الاوهام دي كانت وما زالت بدافع الخوف والقلق وعقدة النقص. فاسرائيل هتفضل تخترع في اساطير وتصدقها وتحاول تخلينا نصدق معاها عشان بس تفضل موجودة. يعني مثلا سمعت قبل كده عن حاجة اسمها تأثير الدومينو؟ اهي نهاية اسرائيل بقى حاجة كده زي تأثير الدومينو ده، حاجة مش بتحصل في يوم وليلة ولا هتحصل، وهتكون عبارة عن مجموعة من الهزايم المتتالية ورا بعضها للأساطير اللي بتخلقها. فلما يفضل يتكسر وهم ورا وهم من بتوعهم بتتكون قناعة عند اليهود نفسهم ان الأسطورة دي زيها زي اللي قبلها، هتتهدم بسلاح مقاوم فلسطيني بسيط او بخرطوم مية مصري. ودايما صاحب الارض مش محتاج يكذب كدبة عشان يصدقها، وعارف كويس انه صاحب حق، ودي حاجة مزروعة جواه. مش محتاجة بقى لانظمة دفاع ولا اجهزة موساد او شباك عشان يصدقها،
صاحب الارض هيخترع طوبة ينسف بيها وهم الكذاب اللي مصدق كذبته. واسرائيل مش هتنتهي وحضرتك بتسمع الفيديو ده او بعده بيوم او حتى سنة، هي اصلا بدأت تخسر من لحظة ما بقت موجودة. وكل يوم احنا عارفين فيه انها هتتهزم ده في حد ذاته هزيمة ليها، وكل ما بتخلق وهم قوة او اسطورة جديدة اتأكد تماما انها عارفة ضعفها وبتحاول بس تقنعك بقوتها. دورنا احنا بقى ولحد ما النهاية الحقيقية تيجي نتأكد تماما كلنا ان اسرائيل بالفعل اتولدت ميتة، ونعرف ده لولادنا وما نبطلش ابدا نتكلم ونوصل بكل اللي نقدر عليه الصورة الحقيقية، الصورة اللي طبعا بتكون عكس اللي بيحاولوا يصدروا لينا. اسرائيل مش قوية ولا عمرها كانت ولا هتكون قوية. اسرائيل كيان هش وضعيف موجود على ارض مش ارضه، ومهما استخدمت من القوة والتكنولوجيا واساليب التجسس وعملت حتى البدع هتفضل خايفة من طفل ماسك طوبة او اعلامي ماسك كاميرا او حتى كاتب ماسك قلمه وبيعبر بيه. المركافة بتقول كده وخط بارليف بيقول كده، وكل تاريخ اسرائيل من ساعة ما البحر المتوسط حدفها علينا برضو بيقول كده. افتكر دايما من حلقتنا النهاردة كلمة الفنكوش وتأثير الدومينو، وكل ما تلاقي حجر دومينو جديد وقع منهم اعرف ان النهاية قربت. وتأكد تماما ان قصة الوهم الاسرائيلي واساطيره اللي دايما كان بيشاء القدر انها تنهار واحدة ورا التانية قدام عينيهم، مصيرها توصل في يوم للمحطة الاخيرة ويتعروا قدامنا وقدام العالم كله. قول لي انت بقى في التعليقات، تفتكر ايه اكتر حاجة بتحصل دلوقتي ممكن تخلي نهاية اسرائيل قريبة اكتر من اي وقت فات؟